كابتن عادل، الف مبروك، فوز مستحق للنادي الاهلي، ودي عاده مباراه النادي الاهلي والاسماعيلي، دايما الاثاره لحد اخر المباراه. اكيد اكيد. النهارده الاهلي كسب 3 نقاط وكسب 3 لعيبه كمان، كسب ال3 نقاط بتاعت المباراه. النادي الاهلي النهارده لعب منطقيه، وزي ما قلت انا قبل الماتش، انا يعني حاسس انه اللعيبه هتلعب اقتصاديا، يعني اقتصدوا في المجهود كتير قوي. والرجوع 3 لعيبه مهمين زي مروان عطيه وزي حسين الشحات وزي امام عاشور، دي حاجه كويسه للنادي الاهلي النهارده. ده المكاسب الحقيقيه للمباراه، والمكسب الكبير احمد مصطفى شوبير النهارده. يعني مصطفى شوبير بيوصل تألقه، يعني خلاص، يعني وصل لدرجه اللي هو ما بتخافش على حراسه النادي الاهلي خالص، وفي امان. يعني النهارده انقذك في اخر دقيقه، كانت هدف اكيد وقبليها كتير قوي، ولكن في اخر الموضوع انك انت النهارده لعبت بتوازن، لعيبه كتير قوي كانت كويسه النهارده. يعني اكرم توفيق النهارده يعني كان بيقوم بواجب افضل واحسن من المباراه اللي فاتت، بس بيعمل مجهود زايد عن الحد. ما هو بص، هو امكانياته في قوته، فلما بيعمل كده اكرم توفيق دائما يعني بتحس ان هو لما الامر بتبقى محتاجه بتلاقيه. يعني هو لعيب، يعني المباراه اللي فاتت خد احسن لاعب عندنا على الاقل، عمل هدف، جاب الهدف الثالث وكسبك. لكن في الاخر انت بتتكلم في مجموعات اللعب النهارده كانت ممتازه، يعني تتكلم على المجموعه اللي ورا كانت منعم و ورامي والناحيه الثانيه هاني، والناحيه الشمال علي معلول، ادوا اداء مميز، اداء كويس، يعني اداء في ظل الوقت ده والاجهاد ده، لانه الرباعي ده ما اتغيرش من المباريات كتيره، بقى له مباريات كتيره، لكن ادوا اداء كويس قوي. خش على المجموعه الثانيه بتاعت نص الملعب، ادائهم كان متميز، ولكن كان في حته صنع اللعب شويه. يمكن انت بتتكلم على النادي الاهلي دائما لازم يحط واحد في وسط 2 قويين، ما ينفعش تحط 3 مع بعض اقوياء، يعني الوظائف واحده، لا انت بتبقى متنوع في وسط الملعب، والنهارده كان في تنوع، التنوع كان ما بين اكرم توفيق ومروان عطيه وامام عاشور، كان عنده حريه الهجوم، حتى امام عاشور النهارده تالق وراح جاب هدف من الراحه النفسيه اللي بيشتغلها في وسط الملعب، شايلينه في وسط الملعب الاثنين لعيب. يعني لما اكرم يبقى امام كويس، معناها ان اكرم ومروان عطيه شايلينه في وسط الملعب وشايلينه بصوره كويسه. الناحيه الاماميه كلها كانت جيده جدا، وسام اثبت ان هو فرد بيهد الفرقه، يعني بيجري كتير او يتحرك كتير وبيروح وبيشتغل، حته لسه برضو عنده حته التحركات الواعيه، انه ممكن فامتى يجري وامتى يقف والحاجات دي، لكن دي هتيجي مع الوقت ومع اللعب. الفرود ساعات لعب كتير قوي، وهتبص تلاقي هداف من التراث العالي قوي. بيرسي تاو رجع شويه لمستواه، ودي حاجه كويسه، عشان كده بقول لك من المكاسب كمان بيرسي تاو النهارده. الناحيه الثانيه عبد القادر اللي زعلت عليه، علشان عبد القادر بقى له فتره متالق، عبد القادر 3 ماتشات اهو داخل في مستوى عالي قوي. مظبوط، مستوى عالي قوي، وانا بتمنى من عبد القادر انه اتمنى عليه انه يلعب 4 5 6 ماتشات ورا بعض، لانه لو لعب 4 5 6 هياخد احساس المباريات وهيلعب ومش هيتعور كتير يعني. ورضا سليم لما نزل اداؤه كان برضو اداء جيد واداء متميز، والتغييرات كانت جيده جدا، وادي خدت ال3 نقاط، لانه انت لكم في عون كولر وفرقته. صحيح، ولاعيبه النادي الاهلي بجد عينيكوا فين وبتبصوا على ايه وعندكم ماتشات ايه وبعدين بتخرجوا لايه؟ يعني كابتن ايمن حيره، المدربين دايما يمكن تحسها لو وقعت فيها اكتر من موقف، يعني لو وقعت انك انت بتلعب في اسيا في افريقيا مثلا، وبعدين تطلع تلعب في مباراه دوري، وبعدين تروح وبعدين لما تبقى كسبان 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 وتعمل ماتش متوسط او ماتش مش كويس، الناس بتقعد تتكلم عليك. مش عايزه شخصيه قويه لاعب النادي الاهلي ومدربين وجهازه، لانه شخصيه الاهلي كبيره قوي، شخصيه كبيره، والصعوبه
في انك انت بتخرج من بطوله لبطوله الله يكون في عونهم وانت يعني. بتلعب على مكسب بس. ما انا بقول لك ليك هدف واحد انك تلعب على مكسب ده بس. في حاجه كانت كابتن ايمن في حاجه مهمه قوي والله يعني ده احساسي ويمكن انتوا تقولوا لي صح ولا غلط. ما في فريق بيلعب النادي الاهلي الا بيبقى عنده هدفين كمدرب وكلاعيبه ان اقعد طول السنه اكسب الاهلي طبعا وكلاعيبه اظهر نفسي اظهر نفسي طبعا ولانه ده ماتش الموسم وناس كتير بيتفرجوا عليه مش ده ده يمكن انا غلطان لكن انا بحسها انا حاسسها قوي فمبارياتنا صعبه جدا طب بقول لك انا عاوزك بدعوك انك تتفرج مش هقول اسماء فرقه بتلعبك دلوقتي في الدوري بص تلاقي اداء عالي قوي عاوزك تشوفها الماتش اللي بعده مع فرقه متوسطه زيه او فرقه تحت زيه والله لو اتفرجت على بس ده طبيعي من زمان يا كابتن عم انا بقول من زمان. انا بقول خد بالك في العالم كله صعب. في العالم كله ايوه في العالم كله طبعا ما لا ما انت بتكلم بلال على نقطه مهمه قوي حتى مبارياتك اللي بتلعبها فيها مجهود كبير طبعا صح. يعني انا مثلا في مباريات خلي لعبتي انا لاعب فرقه في المتوسط فاقدر اجمع جماح لعبتي الفرق المتوسطه لكن انا لما باجي بلاعب النادي الاهلي اللعيبه هي اللي بتنطلق عايز تعمل وعايزه 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 فالماتش ده بيبقى صعب عادي دي ما هو دي ضريبه البطل يا عادل ايوه انا فاهم زي ما بلال بيقول هتلاقي الفرق لما تلعب قدام ريال مدريد أوكي. قدام برشلونه غير لما يلعب يعني دي بتجهدك وعادل كمان بيقول انا بتكلم والظروف كمان والظروف دي بتجهدك يعني الظروف المحيطه بيك يعني في فرق بتروح تلعب فرق بجد ماتش سهل جدا صح وما بيجروش 3 كيلو صح. بيجوا قدامك يجروا 12 و13 كيلو مظبوط دي بتحصل لك انت ايه انت كل ماتش على كده وبعدين الضغط العصبي على اللعيبه وبعدين بتتخبط كتير قوي مش ضرب كوره لا بتتخبط بالكلام والسوشيال ميديا والحاجات دي كلها فانت لازم تبقى شخصيتك قويه وبعدين انت عندك 10 ايام 11 15 يوم ونروح نلعب فاينل افريقيا فاينل افريقيا اللي هو انت رايح تلعب فرقه قويه الترجي فرقه رجعت ترجي يعني ترجي بتاعت الثلاث سنين اللي فاتوا مش دي خالص لا ده الترجي الجديد اللي بيعرف يدافع اللي بيعرف يكسب بيعرف يقف اللي بيعرف ينرفزك اللي بيعرف يطلع اللعيب عن شعور. عن شعوره ودي حاجه مهمه جدا فانت النادي الاهلي بتعدي بمراحل كتيره قوي واحنا بنبقى قاعدين كلنا كل الناس اللي بتتكلم بتبقى قاعد وايه ونتكلم ونقول الفرقه دي الفرقه النهارده مش حلوه الفرقه النهارده الموضوع صعب جدا بعدين بتدير كمان الاداره بتاعت لعيبه كتير قوي نجوم بتبقى فيها صعوبه يعني في اخر الامر انا عايز بس اتكلم في نقطه ايه احنا في وقت النادي الاهلي في الثلث الاخير من السنه ده الحصاد بتاعه لو راح لو ما مشاش عامل زي الجراح لو الجهاز وكل اللعيبه ما اتعاملتش في الموضوع كويس قوي هيحصل يعني هتروح في حتت صعب عليك جدا لانه بطوله مهمه جدا ال 12 دي مهمه لينا جدا عشان كاس العالم ما بعده كمان صح.